زي سويت تعويضات. نعم. وقت نحن طبقت ما غرقت حنطتنا من الواسطة، فغرقت الحنطة كذا فعوضتنا الدولة، فجاني مبلغ المضمون ما 800 جتني 5 ملايين. اشتباه يعني ما راح تترجع حتى لو ما ترجع، يعني ياخذونها الدولة هيك ياخذونها بالذراع بس ما ترجع. فارختها وصرفتها. صرفتهن. اي صرفتهن، ما يعني لا اقول لك رجعتهن، راحت استفسرت عليهم قالوا ما يرجع، يعني من يرجع زين. عندك سؤال ثاني سعد؟ سؤال ثاني اكو؟ هو بس هذا. اسمع الجواب. تحياتنا لحضرتك وشكرا جزيلا. الاخ سعد سيدنا تعويضات بوقت الحنطه عوضتها الدوله واشتباه، فضافوا له مبلغ اكبر من استحقاقه، 5 ضعاف. 800 حقه طو 5 ملايين. كريمه دولتنا سيدنا. لا مولانا، هذا كله فساد، فساد مبطن. على اي حال اخي الكريم يقول انا رديتها، قلت يا جماعه اريد ارجعها، قالوا ما ترجع، هذه كلها تنسرق بالطريق وكل واحد كذا. فهنا في واقع الحال اذا كان هالشكل باجازه الحاكم الشرعي، باجازه الحاكم الشرعي يتصرف في المال باجازته. انا ما عندي اجازه ولا انطي اجازه، بس انت لازم تروح الى مكتب السيد تقول له سيدنا اجتني اموال من الدوله اشتباها من عندهم، فتسمح لي ان اتصرف فيها، فهو قد يعطيك الاجازه في التصرف.